2019 الوكاله وسير العمليه وفي هذا الوقت تجدون ضمن ملف موزع عليكم تقرير عن انجازات الوكاله وسير العمليه خلال السنه المنصرمه. حضرات السيدات والساده، سنعقد دورتنا اليوم في سياق خاص لا يخفى على احد، تكون متواصله مع كافه المعنيين ومن خلال دعمه لوصول مجهودات المجلس في هذا الخصوص بهذا النفس الجاد، فاننا اليوم سنتناول ما فوق 30 نقطة من جدول أعمال دورتنا هذه كلها متصلة بتنزيل مشاريع مدرجة في مخطط أعمال المجلس. وكلنا حرصا على تنفيذ كل ما سطرناه في دورتنا المتعاقبة لمقررة عقلانية تستهدف الأثر والفعالية مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب البشرية والمادية والإدارية والترابية المرتبطة بتنفيذ هذه المشاريع والبرامج. وهكذا وبعد استكمال التحضيرات وتشكيل الهياكل وإعداد برنامج التواصل سنعمل بحول الله وإرادته على فتح ترشيحات الاستفادة من صندوق دعم المقاولات وجذب الاستثمار بإدماج في سوق الشغل. كما تبعتوا مشكورين، الدورة كانت غنية بالنقاط جد مهمة، نقاط اللي فيها ما يفوق على 45 نقطة، وكانت أهمهم هي كتعرفوا في أكتوبر بأن كتكون ميزانية، فأنتم عارفين الإكراهات اللي كاينة، فكانت هناك يعني ولازم ندخل شوية في الديتاي بأن هناك كانت مذكرة اللي جاتنا من وزارة ديال الداخلية واللي كتحطنا باش تكون هناك مبلغ يعني في هاد الثلاث سنوات ومبلغ إجمالي يعني اللي ما خصناش نفوتوه، فارتئينا باش يعني نحاولوا نكونوا في ديك رقم المعاملة ديالنا إلا بعد المداخل الذاتية. اليوم الحمد لله مجهودات كثيرة تعملت في هاد السنة هذه مع الإخوان الأطر ديالنا باش نرفع من المساهمة ديالنا ولا من استخلاص بعض بعد يعني الضرائب ولا حسبها يعني التواد بالنسبه لكل ما هو يمكن يزيدنا في الميزانيه ديال الجهه. فمحور المصادقه الحمد لله داز كان هناك يعني نقاش اللي استحسناه، كنشوفوا في الدورات بعض المرات بعض الاخوان ما كيدخلوش ولا شي حاجه، بالعكس فهناك نقاش كيكون في الليجن اللي هو مهم، اللجنه اللي كتاخذ 4-5-6-7 ساعات ديال النقاش، واللي كتكون النقاش المثمر، النقاش اللي بها كنأهلوا اولا كنجودوا الخدمات ديال الاتفاقيات اولا اللقاءات. فمحور كذلك مرتبط بالتضامن المجالي والاجتماعي، فالحمد لله الجهه كانت سباقتها هي بعد انطلاقه ديال انطلاقه صاحب الجلاله بسبب صندوق التضامن ديال الزلزال والله يرحم هذوك الموتى كلهم، فالمساهمه ديالنا كانت هي 40 مليون درهم، وكذلك المساهمه ديال الاطر وديال الاعضاء يعني بالنسبه لهذا في هذا الصندوق ديال الزلزال. من اساسيات بعض الحاجات اللي يمكن مؤاخذات فينا وكنا كخصنا نتعبوا لها، مثلا هضرنا على مجلس الجهه هو واعي بان النقل الحضري كيخصو يتاهل داخل الجهه، فاليوم بدينا بان هناك بلادنا الحمد لله وهذا يعني شرف لنا وشرف لهذه المملكه المغربيه غتستضيف الكان ديال 2025، ولكن واش غتستضيفها بهاد الاطار اللي معمول به دابا بالنسبه للنقل الحضري؟ اعتقد بان خصنا نجودوا الخدمات ديال النقل الحضري، وهذا هو اللي عملنا حنا كندخلنا في شركاء في هذا المشروع هذا البي اختي. دونك اليوم سريعه تكون واحد لالين من كزنايا حتى للمدينه داخله حتى لنوفيا تطوان هذيك في الشوط الاول، ومن بعد يكون ان شاء الله خطوط واحدين اخرين، واليوم كنسرعوا هما تقريبا في الدراسات الاخيره باش تكون ان شاء الله في سنه تكون يمكن واجده، فسيرتو في ديك لالين الكبيره اللي غتكون من محطه الطرقيه محطه ديال القطار حتى لكزنايا. كذلك حاولنا باش نكونوا هناك بالنسبه للبنيه التحتيه واللي كتشوفوا كيفاش بعض المنشات اللي هي اما ثقافيه واما اقتصاديه واما اجتماعيه، فحنا كتكون ديما عندنا المساهمه ديالنا سورتو في الاقاليم اللي فيهم بعض الاشكالات ما مكملينش، فحنا كنعملوا قد المستطاع باش نحاولوا تكون هناك عداله مجاليه. التدبير ديال الماء بحال اللي جا في كلام السيد الوالي قبيله وكنت تكلمت فيه، واليوم الماء اساسي والحاجات اللي هي ضروريه، ما يمكنش اليوم حنايا في 2023 وباقي مثلا القريه ولا شي حاجه ما كيوصلش الماء، فحاولنا خدمنا على الثقوب المائيه باش واخا يكون في غرج الجبل يوصل له بعد الماء ديالو، وكذلك حاولنا نزيدوا نوسعوا من ربط الشبكه المائيه
في جميع القرى. فكل ما كتقصد الضوء في اي ضوء ولا ما كتشوفوه كاين ديما ضوء كندرجوا نقطه اما الماء في اقليم ولا اقليم ما، فكنحاول باش نعمموا هذه الاشكاليه ديال الماء ما تبقاش. كاين مشكل حقيقي ديال الماء في مدينه طنجه، ففي مدينه طنجه كاين اشكال حقيقي اليوم، لا نهضروا على لا كاباسيتي باقي في هنايا الجوان الله يحفظ ولا ما طحشيش حتى، ف بالانتيسيباسيون حاولنا في السبق. والحكومه كتعمل واحد الدراسه مهمه وربط بحال اللي قلت لكم قبيله من واد المخازن من سد خروفه، وحنا عندنا ديجا سد خروفه كيعطيونا 50 مليون متر كوب كل سنه، سد خروفه كيعطيها لنا واللي كانت تعملات هذه واحد 4 سنين المنشآت ديالها، والحمد لله هي اللي كتزيد كتزودنا بالماء. فاليوم بغينا نزيدوا اكثر باش يكون الماء، يعني واخا تكون اشكالات حقيقيه ديال تساقطات المطريه، غتكون عندنا يعني من مواد المخازن نسد خروفه، يعني هذيك لا كونيكتيفيتي معايا 37 كيلومتر واللي خصها تنجز في واحد 9 شهور باش ان شاء الله ما يكون حتى اشكال حقيقي ديال الماء اللي غتعيشوا بهذه المدينه. جي ديال طنجي مات، واليوم كاين ويست نادر ويست، دونك بينا بجوج كاين اليوم حسيمه، بغينا حتى هي تدخل في هاد الحركه ديال الماريتيم، غتكون واحد بلاتفورم لوجيستيك باش تواكب كذلك هاد جوج ديال اكبر ميناءات على الصعيد القاري.